من بين 300 شخص قدموا ترشحهم في مشروع شباب القادة الأفارقة يالي زمالة مانديلا واشنطن 2024، تم اختيار 9 منهم ليقوموا بتمثيل دولة تشاد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البرنامج يشمل أغلب الدول الإفريقية حسب قول توفا شوت مستشارة الشؤون الثقافية والصحفية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، التي قالت إن أكثر من 700 شخص من مختلف الدول الإفريقية سيذهبون إلى الولايات المتحدة لمدة 6 أسابيع في عدة جامعات مختلفة للحصول على برنامج قيادي وتأهيل يساعدهم في العمل الأكاديمي أيضا، ولهم الكثير من الفرص لاكتساب خبرات في مجال القيادة، لذا فهي فرصة ثمينة ورائعة ومن الصعب الحصول عليها. كما أضافت أنه في الواقع قدم أكثر من 300 شخص لهذا البرنامج، لكن للأسف تم اختيار 9 أشخاص فقط بمقاييس معينة. من جانبهم عبر بعض من الشباب الذين تم اختيارهم عن سعادتهم لهذه الفرصة الثمينة التي منحتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. اسم مدينة جنب عبد الرحمن، شالوني في مانديلا واشنطن فيلوشيب في السنة، وإن شاء الله نمشي هناك دا نرانفورسي ياتو ليدرشيب حقنا ونشوف كومبيتنس آخر، عشان كان قبلنا نجمعنا نقسمه مع أخواننا الآخر كنا إن شاء الله. شكرا. أنا اسمي الحافظ حسن أحمد، واحد من ناس أنا مانديلا واشنطن فيلوشيب 2024، ماشي في يونايتد ستيت في بريتش واتر يونيفرسيتي في مانجمنت بيبليك. أنا ككادر هنا الدولة هنا نمشي في هذا البرنامج يساعدني كثير في عملي هنا الداخل وحتى لنفسي كشاب تشادي كمان. مصالي موسى، أنا كل من جن بمشو السنة في مانديلا واشنطن فيلوشيب فور 2024. هو برنامج جميل، هو برنامج كبير بيساعد الشباب، بيساعدنا في التنمية النفسية قبل شيء لنقدروا نعملوا شيء قاعدين نسوي في نظامنا في الانتربرناريا وكذا. برنامج شباب القادة الأفارقة يالي زمالة مانديلا واشنطن 2024 برنامج أنشئ في العام 2014، وهو برنامج سنوي يشمل عدة دول إفريقية، ويتم فيه اختيار شباب ليتم تدريبهم في مجال القيادة بالولايات المتحدة الأمريكية.